كما اجرى صاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان الخليفه رئيس الوزراء الموقر اتصالا هاتفيا بمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر ال ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخليه بدوله قطر الشقيقه. هنى سموه خلاله باطلاق سراح المواطنين القطريين الذين اختطفوا في جمهوريه العراق خلال رحله صيد وعودتهم الى وطنهم سالمين. داعيا سموه المولى جلت قدرته ان يحفظ دوله قطر وشعبها في ظل قياده صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني. وقد اعرب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخليه بدوله قطر الشقيقه عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على مشاعر سموه الطيبه والتي تعكس جانبا من الدعم الذي تحظى به العلاقات البحرينيه القطريه من لدن سموه